السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والصحة والعافية مشاهدين ومستمعين الصباح رباح. حلقة جديدة تجمعني أنا وحنان معاكم مع العديد من الفقرات المتنوعة. صباح الخير يا حنان. صباحك الله بالنور نيلة، شلونك اليوم؟ خير الحمد لله. شلون الخميس؟ الحمد لله تمام. يعني شلونك؟ الخميس حلو اليوم. ايه عاد اليوم الخميس ونقول مع عطلة نهاية الأسبوع. صح. أكيد الكل ينطر الخميس يا حنان. مع المدارس الحين بريك شوي. إن شاء الله بإذن الله. ومشاهدين نحن اليوم بنتكلم عن التضحية اللي تعود على الفرد والآخر بالسعادة، وقيل إن التضحية هي جوهر المروءة وهي اللي تصنع السعادة بين البشر وتبعث الطاقة الإيجابية في النفس. صح يا نيلة. وقيل أيضا في التضحية أيضا بشيء من التضحية وشيء من التخلي عن حظوظ النفس يمكن للمرء أن يكون سندا لشخص واحد على الأقل. وفي حلقة اليوم مشاهدينا أكيد عندنا العدد من المواضيع وأبرزها الحديث عن العمل الخيري والإنساني. نيلة أنا حابة أسألك، تتذكرين يعني شيء أيام قبل أول عمل خيري سويتي أو موقف أثر فيك؟ حنان أعمال خيرية كثيرة، بس يعني في عمل لحد الحين أنا ما أنسى، اللي هو كان في أتوقع 2006. كنت على أيام الثانوية، على أيام الأسياد كانوا جايين عندنا وفود من برا، وهي أول مشاركة لي. فكان كذا شخص يعني، وحتى كانت اللغة الإنجليزية عندي مو بوايد تمام، فتعلمت وحاولت إني أتعلم عشان أساعد هالأشخاص. في أشخاص كانوا وايد يعني شفت اللي خايفين واللي موجودين واللي مو عارفين يتصرفون. فكنت أنا معي الله يجزيها خير صديقتي، كنا دائما نساعدهم. وفي عمل يمكن يعني الحلو إن الحين الأعمال الخيرية كثرت. حلو حنان إنك أنت تزرعين العمل الخيري بعد. صح. منذ الصغر في عيالك. غير أنها كثرت، قاعدين نشوف الحين في السوشيال ميديا، نشوف بعض المواقف من المشاهير بعد اللي يعني يشجعون الواحد. نعرف ان الحين هالجيل جيل التكنولوجيا وزمن التكنولوجيا والايباد وغيره، صاروا يعني يحمسون الياهل شلون يبون شيء على نقول تفكيره. صح. وشلون يسوي العمل الخيري حق اي حد شافه في الشارع سواء فقير او حتى غني. بالفعل. صح. حنان، وايضا مشاهدينا يعني احنا اليوم عندنا موضوع بنتكلم فيه هو العمل الخيري، بما ان اليوم الدولي للعمل الخيري اللي صادف 5 سبتمبر 2024. وأيضا من ضمن مواضيع حلقتنا اليوم بتتابعون جهود الدولة في قطاع العمل الخيري والإنساني. ورش عمل متنوعة في إطار برنامج قطر مستدامة. ومن حول العالم اخترنا لكم إعادة إحياء إنتاج الملح التقليدي في المستنقعات. وقصر قلعة سان كارلوس ألهم العديد من الأدباء للكتابة. مشاهدينا هذه كانت عناوين حلقتنا اليوم، واحنا طرحنا سؤال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسؤالنا يقول ما هو أكثر سبب يجعلكم تشاركون في العمل الخيري؟ أكيد إحنا راح نتعرف على تفاعلاتكم في سياق حلقتنا، لكن خلوني أعرف مع حنان شخبار جونا اليوم. جونا اليوم نيلة ومشاهدينا غبار عالق إلى ضباب خفيف حار نهار مع بعض السحب، وإن شاء الله يا رب السحب تكون دائمة علينا لأن إحنا تعبنا صراحة من الحر والرطوبة. خلونا نبتدي فقرتنا لليوم أو طقس اليوم مع بعض اللقطات الجمالية من لوسيل، ومن بعدها إن شاء الله نكمل وياكم علوم الجو.
والحين مشاهدينا راح أخذكم في جولة لأحوال الطقس المتوقعة لليوم على بعض المدن القطرية، نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، ونبدأها بالحالة العامة للطقس. لا يوجد تحذير على الساحل بالنسبة للطقس، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، يصبح حار مع بعض السحب، الرياح متغيرة الاتجاه شمالية غربية إلى شمالية شرقية تصل من 5 إلى 15 عقدة، حالة البحر من قدم إلى قدمين. نبدأ مشاهدينا بمدينة الدوحة، درجات الحرارة تتراوح بين 31 و 39 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 60 و 80%، الرياح تصل من 2 عقدة إلى 15 عقدة. وننتقل مشاهدينا إلى أبو سمرة، درجات الحرارة تتراوح بين 29 و 39 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 50 إلى 80%، الرياح تصل من 2 عقدة إلى 15 عقدة. وفي مدينة الريان مشاهدينا، درجات الحرارة تتراوح بين 30 إلى 40 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 60 و90%، الرياح تصل من 3 عقد إلى 15 عقدة. ولم سعيد، درجات الحرارة تتراوح بين 29 إلى 39 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 40 و80%، الرياح تصل من 7 إلى 11 عقدة. وفي مدينة الخور، درجات الحرارة تتراوح بين 29 إلى 39 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 60 و80%، الرياح تصل من عقدتين إلى 15 عقدة. ونختم النشرة الجوية مشاهدينا مع مدينة تدخان، درجات الحرارة تتراوح بين 29 إلى 37 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 50 و80%، الرياح تصل من عقدتين إلى 15 عقدة. بالنسبة مشاهدينا لرواد البحر، لا يوجد أي تحذير، هذا والعلم أكيد عند رب العالمين. مشاهدينا كانت هذه نشرتنا الجوية لليوم، وحين أخليكم مع درجات الحرارة المتوقعة لدول الخليج. شكرا لك حنان. مشاهدينا بعد ما تعرفنا على احوال الجو، خلونا نروح معاكم ونتعرف على جوله مع الصحافه المحليه الصادره اليوم وابرز الاخبار فيها. نبدا مع صحيفه الشرق. صاحب السمو امير البلاد المفدى ورئيس وزراء مملكه النرويج الصديقه يعقدان جلسه مباحثات رسميه في العاصمة أوسلو، كما عقد سموه وفخامة الرئيس الفنلندي جلسة مباحثات رسمية في العاصمة الفنلندية هلسنكي. مجلس الوزراء يوافق على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بشأن مواقيت العمل والدوام المرن. قطر الخيرية تواصل تقديم المساعدات الإغاثية لمتضرري السيول في اليمن. قطر تشارك في جائزة محمد السادس 18 لحفظ القرآن الكريم بالمغرب. وننتقل لصحيفة الراية، تكريم الكفاءات الخليجية المتميزة في العمل الاجتماعي على هامش الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية في الدوحة. قطر تترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون. إعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الثانوية اليوم. قمة ويش تبحث في الدوحة قضية الصحة من منظور إنساني يومي 13 و 14 من نوفمبر. وننتقل إلى صحيفة الوطن، معهد الدوحة الدولي للأسرة يشارك في قمة غازان العالمية للشباب بتاتارستان.
الهلال الأحمر القطري يشارك في المؤتمر 11 لجمعيات الهلال والصليب الأحمر بالأردن. القطرية تطلق أول حملة مبتكرة في العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وزارة الثقافة تختتم مشاركتها في البيت الثقافي العربي بألمانيا. ونختم جولتنا مع صحيفة العرب. وزارة البلدية تنظم يوماً حقلياً إرشادياً في محطة أبحاث روضة الفرس حول تجفيف رطب نخيل التمر. أكثر من 3000 قطري وقطرية يدرسون في الجامعات البريطانية. خدمات جديدة لتحسين جودة الحياة الجامعية في جامعة قطر مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد. 5 شعراء يتنافسون الثلاثاء في نهائي مسابقة مثايل للشعر النقطي. مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم في الأخبار المحلية، حيث نظم مركز الدانة للفتيات بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة ورش عمل متنوعة ضمن أنشطته لشهر سبتمبر الحالي، وذلك في إطار برنامج قطر مستدامة. خلونا نشوف ويا بعض في التقرير التالي. بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة ينظم مركز الدانة للفتيات 4 ورش عمل متنوعة ضمن أنشطته لشهر سبتمبر الحالي، وذلك في إطار برنامج قطر مستدامة. واستهل المركز هذه الورشات بورشة دليل الحياة المستدامة قدمتها المدربة مريم عبدالله السبيعي. احنا اليوم جايين نقدم ورش في التنمية المستدامة في اسبوع قطر المستدام بالتعاون مع مركز الدانة للفتيات وايضا مركز اصدقاء البيئة. مثل ما انتم تعرفون عندنا 17 هدف، في كل مرة احنا نتعرف على بعض من هذه الاهداف ويتم تطبيقها على جزئين، جزء يكون عملي وجزء يكون النظري، ونتناول فيها يعني العديد من هذه الأهداف 17، وأيضا تحدثنا عن المباني الخضراء وإنجازات دولة قطر ونجاحها بالمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط. والدعوة مفتوحة للجميع من أعمار 19 وحتى 39. يشار إلى أن الورشة الثانية تعقد تحت عنوان مفهوم البيئة المستدامة، والورشة الثالثة هي استراتيجية الاستدامة والتخطيط، أما الورشة الأخيرة فهي حول دمج الاستدامة في الأعمال. حنان، شفنا هذه الورش اللي نقول يعني عن البيئة المستدامة هي اللي تم تطوير فيها نقول بناتنا، وأيضا مركز فتيات الدانة دائما يقدم العديد من الورش وأيضا الأنشطة اللي منها يتمون يعني بناتنا يستفيدون منها. صح، نشوف نعم. مثلا بعد في التقرير يعني ما شاء الله الأطفال مركزين عليهم وايد في كل الأنشطة، الواحد يتمنى بعد يشوفهم يعني في المستقبل لهم خبرة أكثر متثقفين بعد نفس الوقت. إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا خلونا نروح معاكم فاصل قصير وبنرجع لكم، لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدين من بعد الفاصل، ووصلنا معاكم إلى فقرة الكورنا اللي كنا نحبها يوم الخميس مع الفنانة التشكيلية منال اليافعي لصنع اللعبة جديدة من أدوات متوفرة في المنزل، أكيد سهلة وبسيطة. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. هلا ليلى، ايش عندكم اليوم؟ بنشوف منال، صبحت الله بالخير ويا هلا مرحبا معنا. يا هلا مرحبا نيلة. منال، في البداية بنعرف شنو الأدوات اللي موجودة وشنو راح تقدمينها حق مشاهدينا. زين نيلة، الحين هي الفكرة في واحدة من المتابعات الصغار حق الفقرة، حلو، اسمها هيا اليوفعي، فهيا حبت أنها تسوي مبادرة
اللي هي إعادة تدوير كراتين الله يكرمكم الجواتي بمناسبة العودة للمدارس. إن شاء الله عليها. أي فاقترحت علينا هالمبادرة، وإحنا اليوم حابين إن شاء الله أول شيء نشكرها عبر البرنامج، وبعد إن إحنا نسوي معها البوكس إن شاء الله. حلو، وشنو الأدوات اللي نحتاجها؟ الأدوات اللي نحتاجها اللي هو مثلا عندنا الله يكرمكم اللي هو بما أن إحنا شرينا جواتي المدارس، فعندنا الكرتونة وبس، نحتاج الكرتونة وإعادة تدوير الغراش. هي بعد من سفراء التنمية المستدامة، فنحرص على البيئة ان احنا ما نرمي الغراش، فهاي اللي راح نستخدمها الغرشة وغطاها، وبنستخدم صمغ، وبنستخدم يا اما ان احنا نجيب اللزقات الجاهزة الملونة، او انا طبعتها بهاي الطريقة. طبعا لما نطبعها نقسمها على اشكال، نحطها هي لعبة ذكاء، الحين بنفهم اكثر مع شرح اللعبه. بس هذه الالوان المقترحه اذا هم حابين يعني يكبشرونها وياخذونها ويسوونها يعني عادي في حتى يقدرون يرسمونها مع عيالهم في الاوائل، اي رسمه هم حابين انهم يضيفونها. بالضبط، كل ما زاد التحدي. يعني اليوم ان شاء الله بتكون لعبتنا الخميس في جمعه العائله. حلو. فانا بعد بحط اوراق زياده بخليها لليهال، او بخلي حتى الكبار هم يرسمون الاشكال والالوان. منال يعني قاعدين نشوف مع المشاهدين اللي رسمته في الكرتون. إيه هاي نخلي الطفل هو يرسم الرسمة. خليك أسرع بس فكر، شغل مخك، روينا ذكائك، قد التحدي وفكر. أيوة. أحلى شيء الكلمات هاي تشجع، يعني أنت لازم تفتح مخك. خلينا قدر المستطاع بعد تشوف داخل الكرتون. بعد داخل الكرتون في بعد رسمات. الحين شو الفكرة؟ الفكرة أنه أنا عندي هذه الغرشة بسوي لها إعادة تدوير. حلو. بالموس، وطبعا مثل ما ننبه كل مرة من المحاضير أنه دائما الكبير اللي يشتغل على الموس مش الصغير. نقصه بهالطريقة، بس بنقص اللي هو بداية الغرشة. أدوات هاي بعد بنستخدمها حق إعادة تدوير. الفكرة أن احنا ما نبي نبذر، فبنخليها على جنب، ممكن نستخدمها بعدين كأصل زراعي، أو برويكم أنا فكرة ثانية. تدري منال، يعني يمكن مثل هذه الأفكار البسيطة ولإعادة التدوير منها إحنا نعلم عيالنا طريقة الابتكار، الإبداع. الإبداع، وأهم شيء إن إحنا هي من القيم اللي إحنا لازم نعلم عيالنا عليها عدم التبذير، لأن إحنا اللهم لك الحمد يعني عندنا نعم كثيرة، فما نبي نجهل النعم وخلاص ننسى إن بوجود النعم هذه إحنا عندنا كل شيء ثاني متوفر. يعني ممكن أروح المكتبة وأشتري أي شيء، لا خلاص أنا عندي في البيت. أنت تقدر بنفسك تسوي، أنت بنفسك تقدر تبدع وتبتكر. أنا أنصح باستخدام صمغ الشمع عشان أنا أحط العلبة، عشان بس الحين حطيت إيه على السريع بس على الهواء. مثل ما تشوفون هنا أوريدي أنا مصمغتهم بصمغ الشمع. ونفس الشيء من المحاضير إن الأهل هم اللي يشتغلون مش الأطفال عليها، ونلزقها بهذه الطريقة. يعني ليش انت يعني تحطين هاي عشان حق اللعبة؟ حق اللعبة. منال شو الحكمة من الشغل كله من اللعبة نفسها؟ هي يعني لعبة شنو الواحد يستفيد منها؟ هي الحين بتشوفين حنان، تشوفي اللي هي عندي الغراش المغاطي كلها لونتها بنفس الألوان الموجودة في وين؟ أساعدك؟ إيه. حنان تعرفين حتى هني كاتبة منال خليك سريع، شغل مخك، العب وقادها. انا حبيت الكلمات التحفيزيه هذه، تشجع الاطفال يعني. تبي نفس الألوان. انت تقدر، انت قادها، ما في شيء صعب عليك، كل شيء سهل. هذه يعني الكلمات هذه. تشوفي حنان، تشوفين الالوان الموجوده هني؟ ايوه. هي نفسها الموجوده على المغاطي. بس انا لما جيت سويت الكروت، سويت كل مثلا مرة الأصفر السيدة، مرة رايح مايل على اليسار، عرفتي؟ أنت يعني سويتي كأنه صل ما يلي بس بطريقة بالضبط نفس اللي نبي. بالضبط. الحين مثلا خلاص نبدأ نركب المغاطي. عادنا على يومنا صل ما يلي الحين. أيوة الحين صل ما يلي. الحين رتب، فعلى حسب اللي بيعطيني إياها هني في الورقة، هو نفس اللغز يحله، يبدأ يحرك مثلا اللون. خل احنا يعني نسوي نموذج سريع ويعني حلو. حنان تعرفين ان فكره منال ان بما ان اليوم الخميس يستغلون الوقت ويلعبون مثل هالالعاب مع الاهل، تنمي الذكاء، تعلموا مع الالوان، تعرفوا مع الاشكال. وبعدين نايلة احنا لاحظنا يعني حتى في التقرير مركز الدانا وغيرها من المراكز الصيفيه ما شاء الله يعني وايد مركزين في موضوع الاستدامه في دولة قطر. وصدق مثل ما قالت منال ان احنا ما شاء الله يعني في خير، بس الواحد يحاول انه ما يقط هذه الاشياء اللي احنا ممكن يعني نستغلها في شيء مفيد لنا. منال وين وصلتي؟
قاعد ألعب يا نيلة. أنت تلعبين وخليتيني أنا وحنان. خليتكم تسولفون. استغلت الفرصة. هذه هي شوفي مثلاً حين إحنا طبقنا الشكل. حلوة. حلو. نغير نحط بعدين اللي بعده يلعب الكارتيسوني ممكن يعني نحط له. يعني منال حتى الغطاء ممكن إنه إذا جاء شوي على شكل مايل. إيه؟ ما يسكره كله يعني خليه شوية مفتوح إيه؟ علشان يطلع مايل. علشان يضبط نفس إيه؟ اللي في الصورة. بالضبط هذه هي. حلو. إنزين الحين إحنا قلنا في البداية إن إحنا اشتغلنا على الغرشة. الغرشة لأن الفكرة كلها هي عبارة عن تنمية مستدامة وعبارة عن الحفاظ عن البيئة نقدر نسوي لها إعادة تدوير هني طبعاً كل واحد إبداع يمكن أقدر هذه أخذها أسويها مثلاً حق الزرع حلو إيه أحط فيها زرع أزرع وكذي بما نحن أصلاً حتى جايين إن شاء الله على موسم زراعة صح. وفي فكرة ثانية اللي سويتها أنا اللي سويت فيها هاي هذه نفس نقول القلاص اللي نحط فيه القلاص اللي حطينا فيه القلامة أو مقلمة حتى نقدر نسوي مقلمة تعرفين بالضبط إيه نقدر نسوي وايد أشياء منها فكل اللي كنت أحتاجه عواد الآيس كريم مو لازم مثل ما قلت لكم قبل نحن نتم نشتري آيس كريم ممكن نشتريهم جاهزين أوريدي وسعرهم جدا بسيط وصمغ ونعطي المثل الياهل هو يلون يرسم الشخصيات اللي يحبها بالألوان العادية يعني ألوان المدرسة ويبدأ يلون بطريقة يعني جدا منال جداً أنا جذبوني جدا سهلة يعني. حنان تشوفي الشخصيات حتى اللي رسمتهم منال وحطيتهم بعد هذه نقول أنا أقول هذه حافز هذه يشجع خصوصا منال اللي يعني يحب الرسم وحتى اللي ما يحب يقدر هو من نفسه يبتكر ويبدع صح صح هاي كانت واحدة من الحلقات سويناهم نفس الشيء كانت إعادة تدوير اللي هي أعواد الآيس كريم حلو حلوين يعني إيه؟ حتى الفكرة يعني ما تاخذ مجهود ولا تاخذ أي أبداً شيء أبداً يعني أشياء موجودة عندنا أورقة وعود أشياء صح. موجودة في البيت أنا ليش أحب فكرة إعادة التدوير أو إعادة الأشياء اللي نستخدمها في البيت لأن نبي نستفيد يعني هو يقول لك النعمة زوالة فإحنا نبي نستفيد من هالنعمة لا نرميها كل ما تفكرنا في الموضوع حتى كل ما تأدبنا يعني مع نفسنا عرفتي شلون مع كل الأشياء اللي نستخدمها كل ما أنبنا ضميرنا أكثر يمكن منال يعني خصوصا الحين إحنا نقول بدينا المدارس وقاعدين يعني هذه اللعبة يمكن وايد الحين الأشخاص أو نقول المشاهدين قاعدين يستفيدون منها لأنهم قاعدين يعلمون عيالهم بالضبط مو بس نقول إن مشاهديننا حتى تقدرون تعلمونهم الأشكال الألوان منال بما إن الحين يعني قاعدين يأخذون الألوان الأساسية والثانوية يمكن هذه بعد تزيد من نقول ابتكارهم حتى المعلمات يعني يمكن الحين أنا أقول لكم من خلال برنامجنا تقدرون حتى تسوون حق الطلاب هي الأنشطة الصفية أو اللا صفية يعني بعد نشاط نيلم. بسيط يسوونه مع الطلاب في حصة الفنون بما أن الحين في حصص الفنون بعد نيلة ما قاطعت شلة بكل خير أن هذه أنا أستخدمها مثلا مع اليهال إذا تعبوا من الدراسة وحسيت أن اليهال خلاص قفل يعني ما يقدر يعني مو فاهم او يبي بريك عرفتي وخلص يعني مثلا انا عندي اخوي الحين والله خلص وقت البريك عنده انا اعطيتك اوريدي ساعه مو مستعد وانا درسك مره ثانيه اعطيك نص ساعه مره ثانيه بريك فاعطي شنو هاللعبه حلو فتحفز يعني شلون شفتيهم يعني تلعبينهم هاللعبه خصوصا انت قلتي اعطيتيهم البريك انا لان اشوف ان الطفل يحب اللعب اكثر من الدراسه فانا شفت مثلا عندي جاسم الله يحفظه يحب اللعب ما يحب يدرس وهو ما شاء الله مخه يعني مخ واحد مثلا سيارات ميكانيك كذي فما يحب هو يشوف انه مثلا المعلومات اللي انا قاعد ادرسها في مخه هو يقول ما قاعد فيني لانه ما فيها حركه ما فيها لعب من هو صغير يعني من كان صف اول ابتدائي فالحين ما شاء الله هو ثاني ثانوي ولحد الحين مرات اذا براجع معاه شغله وشغله وحسيت انه خلاص طفى اقول زين ايش رايك يلا نلعب اكس او نلعب اكس او زين ايش رايك نلعب كذي لعبه أبيه يحرك هو يحب يحرك الأشياء لأنه هو مرتبط اللي عنده العلم مرتبط بالحركة فإذا حرك الشيء مخه ما شاء الله يعني يرد يشتغل صح منال بعد تعرفين يعني من خلال اللعبة حتى تقدرين أنت يعني تدخلينها في الدراسة حنان أن شلون والله أنا أحط معلومة من اللي هو ماخذه في المدرسة وأقدر أحطها في اللعبة وأخليه هو يقراها أو أنا أقرأ له أخليها كسؤال كلعبة وبعد راح تدخل المعلومة أكثر وبيركز عليها هاي الطريقة اللي الله يحفظ أبوي درسنا فيها اللي هو كان بعد نفس الشيء التعليم
باللعب، فكان نفس الشيء مثلا اللعب مثلا على حسب، انا مثلا احب كنت الشعر والكتابه والغنى، فكان يقول لي يلا انت ايش رايك تلحني لي مثلا هالجمله، تعريف مثلا نظريه فورورد، يلا ايش رايك الهاي في طريقه ثانيه مثلا انا كنت احبها وتسهل وايد الدراسه، مثلا نظريه ماكس، فشو اللي احفظ انا اسم ماكس مو بس اسم عربي، فاربطه في ماكس اي شيء ثاني، عرفتي شلون؟ فكله عباره عن ربط 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 ربط، فاحنا نبي التعليم مو بمجرد حفظ، صح، نربطه بلعبه، نربطه بالضبط، هو في النهايه هي ثقافه مكتسبه التعليم، بس انا على اساس اخليها الثقافه خلاص معاي متواصله طول الحياه، حتى حفظ القران الكريم اذا حفظت بالصور، حطينا يعني الصور هي صوره هي اللي تدخل في العقل اكثر من الكلام المسموع، الكلام يدش من هنا يطلع من هنا بس الصوره تتم هنا. شكرا لك منال على هذه، نقول النشاط البسيط والجدا يعني استفدنا منه، واكيد بعد مشاهدينا استفادوا منه، يعطيك العافيه منال. العفو، واتمنى عام دراسي ان شاء الله مثمر حق الجميع. امين ان شاء الله، وخلونا نروح عند حنان، وحنان ايش عندنا؟ ان شاء الله احنا الحين رايحين مشاهدينا لاخبار العالم، ومن حول العالم يسعى قله من الحرفيين في اسبانيا لاستعاده امجاد الماضي عبر اعاده احياء انتاج الملح التقليدي في المستنقعات، خلونا نشوف يا بعض. قبل آلاف السنين كان إنتاج الملح التقليدي مصدر شهرة وثروة خليج قادس في جنوب غرب إسبانيا قبل أن يختفي تدريجياً، وقد استفادت حضارات قديمة مثل الفينيقيين الذين حكموا البحر الأبيض المتوسط منذ حوالي 1200 عام قبل الميلاد من الرياح المستمرة والقوية التي تهب من شمال إفريقيا، مما سهل تبخر مياه البحر لإنتاج الملح في هذه المنطقة. واليوم يسعى قلة من الحرفيين لاستعادة أمجاد الماضي عبر إعادة إحياء إنتاج الملح التقليدي في المستنقعات المالحة بخليج قادس. يقوم خوان كارلوس سانشيز بمسح شبكة من برك مستطيلة من المياه الراكدة، وهي جزء من تقليد عريق لجمع الملح من البحر. ازدهر هذا القطاع لعدة قرون مع تصدير الملح من قادس إلى الأمريكتين، إلى أن أدى اختراع التبريد إلى تقليل الحاجة إلى الملح بشكل كبير لحفظ الأطعمة. ومن بين 160 شركة منتجة لملح البحر كانت موجودة في بداية القرن العشرين، لا يزال هناك 4 فقط يعملون، ويتعاون سانشيز مع أصحاب المطاعم المحلية الذين يرون في ملح البحر التقليدي ميزة في الملمس والطعم تجعلهم يفضلونه على الملح الصناعي. ويرى سانشيز الذي عمل في السابق مصوراً أن الأهوار هي كنوز حقيقية، ليس فقط باعتبارها مصدراً للنشاط الاقتصادي، ولكن أيضاً لتنوعها البيولوجي الاستثنائي، حيث تشكل محطة للطيور المهاجرة التي تتغذى في المسطحات الملحية. ومن إسبانيا إلى الأرجنتين، وقصر قلعة سان كارلوس في أقصى شمال شرق البلاد ألهم العديد من الأدباء لمتابعة أعمال نالت شهرة عالمية، خلونا نتابع. في أقصى شمال شرق الأرجنتين وسط حديقة واسعة تحيط بقصر مهدم، يقع تمثال للأمير الصغير، ويعتقد أن الطيار الفرنسي الشهير أنطوان دو سانت إكزوبيري استلهم قصته التي حصدت نجاحاً عالمياً من هذا المنزل السحري الذي أقام فيه بعض الوقت قبل قرن تقريباً. ويعتقد كثير من الأرجنتينيين أن الطيار الفرنسي استوحى من قصر قلعة سان كارلوس قصته الفلسفية التي نشرت عام 1943 وترجمت إلى أكثر من 300 لغة حول العالم. وكان الكاتب قد أقام عام 1929 في قصر سان كارلوس الذي بناه مصرفي فرنسي غني نهاية القرن التاسع عشر، وجاء ذلك بعدما تعطلت طائرته وهبط بها اضطراريا في موقع ليس ببعيد من القصر. وروى
الطيار الفرنسي تلك الحادثة في كتاب أرض الرجال عام 1939، وخصص في الكتاب فصلا لمغامرته في الأرجنتين، وذكر أنه هبط في أحد الحقول وأن الأسرة التي كانت تسكن في القصر استقبلته، ثم وقع تحت سحر فتاتين صغيرتين وصفهما بأنهما جنيتان صامتتان وأنهما أسرتاه بتعاملهما السهل مع الحيوانات، وهو ما يظهر جليا في رواية الأمير الصغير. وفيما بعد أصبحت حديقة سان كارلوس محمية طبيعية وتستقبل الزوار اليوم بمتحفها الصغير الموجود في القصر الذي يروي إقامة الكاتب الفرنسي فيه. مشاهدينا، من بعد أخبار العالم الحين خلونا نروح الفاصل قصير ونرجع إن شاء الله نكمل معاكم باقي فقرات اليوم، خلكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ومناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري نستعرض معاكم قطاع العمل الإنساني والخير بدولة قطر، واللي يشهد نمو وتطور ملحوظ خاصة خلال العقدين الأخيرين، يشكل أحد المسارات اللي أرست خلالها الدولة نهج جديد في النهوض بالمجتمعات والدول المحتاجة. تقدم المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية من خلال علاقتها البالغة الانسجام بحكومة بلادها نموذجاً للشكل التكاملي الذي تكون عليه الحالة بالنسبة للعمل الخيري في المجتمعات، ليؤدي بذلك أغراضه السامية في خدمة مصالح الوطن والمواطنين داخل المجتمع ورسم الصورة المشرقة للدولة من خلال المشاريع الخيرية والتنموية العابرة للحدود. العمل الخيري في قطر يعتبر الركيزة الأساسية للمبادئ الإنسانية التي توارثها القطريون عن الآباء والأجداد والنابعة من التقاليد والأعراف العريقة المستمدة من القيم الإسلامية السمحاء. وتقوم المؤسسات والجمعيات الخيرية بأدوار أثمرت إنجازات تنموية وخيرية في قطر ومختلف دول العالم، فقد وصلت جهود المؤسسات القطرية الخيرية إلى أكثر من 67 دولة، واستفادت منها أكثر من 260 جمعية حول العالم خلال الأعوام الماضية. ومكنت حالة الانسجام بين المؤسسات الخيرية القطرية وحكومة دولة قطر من توسيع نشاطاتها ومبادراتها في ظل الحروب والكوارث الطبيعية والإنسانية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في منطقتنا والعالم. وتتبنى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في الدولة نهجاً تشاركياً يضمن إسهام جميع أصحاب المؤسسات الخيرية في إعداد أول استراتيجية للقطاع الخيري بشقيه التنموي والإنساني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع منظمات العمل الخيري ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والجهات العلمية والبحثية. وقد خرجت هذه الاستراتيجية باعتبارها خطة عمل قطاعية مستقلة تتآزر وتتكامل مع باقي الاستراتيجيات الوطنية بهدف تحقيق تنمية وطنية شاملة، سعياً للوصول إلى رؤية مشتركة تتمثل في قطاع خيري مهني ومستقل يمثل رافداً مهماً من روافد التنمية الوطنية وركيزة متينة داعمة للمكانة الدولية لدولة قطر. وبذلك يعتبر العمل الخيري في قطر قطاعاً مهنياً مرناً يقدم أفضل الخدمات للمستفيدين داخل وخارج قطر، انسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وأولويات الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، من خلال خدمة المجتمع في قطر وتعزيز تماسكه وتنمية قيمه التضامنية، إضافة إلى الإسهام في تنفيذ مبادرات إنمائية وإنسانية مستدامة بما يعكس روح التضامن المجتمعي القطري ويعزز الدور الإقليمي والدولي لدولة قطر والانخراط في جهود تعزيز السلام والوئام والتضامن الدولي ودعم ومناصرة قضايا المحتاجين عبر العالم.
جزا الله خير صراحة على كل من يقوم في هاي الأعمال الخيرية. مشاهدينا على نفس الموضوع بنروح الحين إلى فندق ذا بلازا حيث تتواجد زميلة حصة الكوار لتغطية اليوم العالمي للعمل الخيري. صباح الله بالخير حصة. صبحكم الله بكل خير مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وصبح على زميلاتي في الاستوديو. اليوم احنا متواجدين معاكم في فعالية اليوم الدولي للعمل الخيري الذي تنظمه هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وصندوق الدعم وتأمين العمال. وبهذه المناسبة الكريمة يسرنا استضافة السيد راشد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم ليحدثنا عن هذه عن المزيد من هذه الفعالية. صبحك الله بالخير استاذ راشد. صباح النور، يا هلا ومرحبا، رحب فيكم قناة الريان في هذه الفعالية من فعاليات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وصندوق دعم. اليوم الفعالية هذه تقدم كشكر عرفان للعاملين في المجال الخيري وإبراز دورهم مجتمعيا في دولة قطر وفي عملهم في الخارج. اليوم حنا هنا الدور اللي يقومون فيه دور عظيم، وسواعدهم بنت هذه الفعاليات في بنت هذا التعاون في الخارج. نعم أستاذ راشد، اليوم مثل أهمية هذه الأعمال الخيرية المطروحة في السعي قطر لتعزيز العمل الإنساني؟ اليوم احنا نستذكر في مثل هذا اليوم دور قطر دور كبير، اليوم دور فاعل في مجال العمل الإنساني، لا يغفل عنا دورها في دول كثيرة، في قارة أفريقيا، في قارة آسيا، في قارة أوروبا، لنا أدوار كثيرة. لا يغفل عنكم الحروب والمشاكل والمشاكل المناخية مثل الغرق والسيول والعواصف الثلجية، إلا أن هناك دور لدولة قطر في مساندة هذه الفئة المتضررة اللي محتاجة لهذا التعاون منا. نعم أستاذ راشد، طبعا هناك تعزيز للوعي لشبابنا القطري الواعد على أساس أنهم يقومون أو توعيتهم في دور هذه الثقافة في نشر العمل الخيري. مثل هذه الفعاليات والأكثر منها وتلمس دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودور الوزارات في نشر هذه الفعاليات يؤدي إلى إشراك المجتمع في مثل هذه الفعاليات، والحمد لله يعني أنا أرى في شبابنا بادرة خير، أن كثير منهم مشارك في مثل هذه الأعمال ونجدهم في الصفوف الأولى إذا أتيح لهم المجال. نعم أستاذ راشد، كلمة أخيرة تحب تضيفها من خلال هذا اللقاء؟ كل الشكر للعاملين في المجال الخيري والإنساني، هذولا يبذلون أرواحهم، نجدهم في الصفوف الأولى ونتلمس صراحة مثل المعاناة اللي يعانونها، ونرفع لهم قبعة الشكر والعرفان لما يقومون فيه. شكرا لكم. نعم كل الشكر لك أستاذ راشد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم، كل الشكر لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، راح نكمل إن شاء الله باقي هذه الفعالية، لكن الحين الكلمة بصوت وصورة لزميلاتي في الاستوديو. يعطيك العافية حصة، وأكيد الشكر موصول لضيفك الكريم. أكيد يا حنان، وبنرجع بعد لحصة، لكن مشاهدينا نبقى حين في ذات السياق الذي يحتفي المجتمع اليوم باليوم العالمي للعمل الخيري تحت عنوان من أجل الإنسانية. أكيد مشاهدينا، والحديث أكثر عنه حول هذا الموضوع تنضم إلينا بالاستديو السيدة مريم الدوسري مستشار تربوي. يعطيك ألف عافية سيدة مريم. هاليوم بالنسبة لنا إحنا صراحة كبير، والعمل الخيري إحنا في بلادنا الحبيبة قطر ما ننسى دائما يكون أول بأول، ومتعلمين الحمد لله من وإحنا صغار. أهمية اليوم العالمي بالعمل الخيري شنو أهميته لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أهمية الاحتفال بالعمل الخيري يعطينا قيمة لهذا العمل العظيم على المستوى العالمي، بمختلف الديانات بمختلف الثقافات تحتفل بالعمل الخيري بشكل عام بغض النظر عن الديانات، لكن بالنسبة إحنا كمجتمع إسلامي وقيمة العمل الخيري قد تدخل فيها معايير ثانية مختلفة عن أهداف العمل الخيري بشكل عام، ولكن تجتمع كلها مثل ما قلتوا في الشعار من أجل الإنسانية. يعني هذا الهدف السامي العظيم يجمع كل الثقافات كل الديانات حول هذا الهدف، إحنا من أجل الإنسانية. لكن بالنسبة للعمل الخيري وهذا اليوم العالمي الاحتفال، سواء فيه أيام حتى وطنية ومناسبات وطنية، سبحان الله وجود العنصر الخيري البشري
سواء شاب سواء كبير، شخص كبير عنده خبرة، صاحب خبرة، كثير من المتقاعدين عندهم خبرة أيضا منضمين للعمل الخيري، يضيفون لنا إضافات كبيرة. وجودهم في هذه الاحتفاليات أو في أي مناسبة يدل على قيمة العمل الخيري ويدل على مدى ثقافة المجتمع نفسه. يعني رقي المجتمع يظهر في عدد المتطوعين، عدد المؤسسات الخيرية، عدد الجمعيات الخيرية، أيضا الشغف اللي موجود عند بعض الشباب والحماس، حتى لهم متخرج من الثانوية ما أتيحت له الفرصة في الجامعة، تلقينا قاعد يستثمر وقت عنده أهداف عظيمة. ما تتصورون هذا الشاب أو هذه الفتاة تخرجت من الثانوية عملها لا ينقطع أبدا، لأنها مؤمنة من داخلها أن لها دور في هذه الحياة، سواء كانت بشهادة، شهادة جامعية أو غير شهادة. أنا كإنسان عابد لله، كإنسان كعنصر في تنمية المجتمع، لا أحتاج إلى شهادات توثيق صراحة، أحتاج فقط إلى تفعيل دور، وهذا تفعيل الدور ليس من أجل خدمة المجتمع فقط، هو في الحقيقة مردود ذاتي يرجع لي أنا. فالعملية كلها عملية متكاملة. أنا أتصور من أعظم الأعمال يعني أن الإنسان يتطوع في العمل الخيري يعتبر شرف كبير له شخصي على المستوى الإنساني. القيمة الذاتية التي تنعكس عليه، وإن شاء الله هاي مجالها إن شاء الله راح نتحدث بالتفصيل. أنا في أتصور أن الآن العدد اللي ما شاء الله شباب الكبير يدل على أن الدولة فعلا مهتمة ومركزة على العمل الخيري ومعطتها قيمة على المستوى الدولي على المستوى العالمي، والأثر والمردود قاعدين نشوفه ونستمتع فيه. فهذه النتائج كلها تنعكس علينا كلنا. أكيد يعني نقول العمل الخيري دائما يعطي الشخص الطاقة الإيجابية، يعطي الراحة والإطمئنان. صحيح. أنت قاعد تقدم مساعدة لشخص أو لإنسان، فهذا منه يعطينا يعني الثقة وأيضا يعطينا نقول الراحة. أستاذة مريم، لو بني بنقول أنت تكلمتي عن الكبار اللي يعني نقول لي بعد الثانوية أو بالثانوية، لكن شلون نحن كأولياء أمور نقدر نعزز قيمة نقول العمل الخيري عند عيالنا من الصغر؟ نعم صراحة يعني كوني الحمد لله بفضل الله لا يعني هذه لأنه زكي أنفسنا، صار لي 30 سنة في العمل الخيري بعد تقديم استقالتي من التدريس، ليس يعني لسبب أني أنا ترك التدريس برغبة مني ولكن لظروف أسرية خاصة، لكن الشغف اللي في داخلي للعطاء وأخواتي أيضا اللي معايا الأخوان أخواتنا شكلنا فريق عمل للعمل الخيري. أنا قاعدة أقول في نفسي دائما، أقول يا ترى هذا الشغف اللي من 30 سنة موجود ما كان وليد اللحظة أصلا، لأني أنا كنت في أسرة أصلا بكل بساطة بكل عفوية كان أبونا أو أمنا تقدم بعض الأعمال الخيرية والصدقات البسيطة، ليست صدقات مال، وأنا أركز على هالنقطة. نعم. ليس بالضرورة أن يكون العمل الخيري مالا للمقتدر، أكيد أكيد شيء جميل، ولكن البعض يتصور أن العمل الخيري إذا عندك مال تقدر تشارك، لا. أحيانا بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، بالاستقبال، استقبال يجاك مسكين عند الباب. أنا أتذكر الوالد الله يرحمه ويغفر له، مهما كان مستوانا المادي أو الاقتصادي في ذلك الوقت، لو بتمرة، لو بشق تمرة بيعطيه، خبزة بيعطيه، جو أئمة المساجد قال يلا يا فلان ودوا لهم. يعني حتى تشوفي إحنا بنات صغار كانت أمي تقول لنا جدامكم جدام الباب تنظفونه كنوع من استقبال الضيف، وأنه ممكن حد يستخدم هذه الفية أو هذا الشارع أنه يجلس فيه. يعني شوفي شلون تفكيرها، مش لأن بيتها خارج نطاق السور، تنظفون، تودين الخبز، تروحين عند جارتك اللي توها والدة ما عندها خدامة تروحين تساعدينها، كنا تساعد ونتكافل تكافل اجتماعي. هذه الأمور وإحنا نشوفه إحنا صغار ربت عندنا فعلا الإحساس والحس الإنساني إن اللي أقدر عليه أقدمه. نعم. سواء ابتسامة، كلمة طيبة، تقديم طعام، حتى تشوفي الإحسان ليس للإنسان فقط، ليس للإنسان فقط، ممكن حيوان. صح. تحسنين صح. للحيوان، تحسنين للبيئة المحيطة. وأنتم مثل ما أنتم شايفين العمل الخيري تنوع، صار عمل بيئي، عمل صحي، عمل مهني، حتى أصحاب المهن الاحترافية الأطباء والجراحين أصبحوا يتطوعون في هذه المجالات. العمل الخيري واسع وعميق، أحس أنه كأنه فطري في المسلم الإيجابي اللي يحب أنه يقدم الخير. ولو فعلا تحطين بس إعلان بسيط تلقينهم يتوافدون لك من جميع الجنسيات، يد واحدة. يعني ما تصورون هذا الشعور الجميل اللي ينعكس علينا بالبركة في الرزق، البركة في الصحة، جمال الحياة، الدعاء في ظهر الغيب، يدعي لك إنسان في ظهر الغيب. وأنا ما أقول أن الدعاء في ظهر الغيب لازم يكون مسلم، ترى ممكن إنسان بسيط من جنسية أخرى يدعي لك دعوة صادقة.
أنا أتصور أن اللي نشوف في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان وفي الأعياد وفي المناسبات إيش كثر شبابنا وأمهات أمهات فاضلات البيوت قاعدين يرسلون عيالهم الصغار في سيارات وهم يشرفون عليهم ويوزعون البسكوت ويوزعون الماي ويوزعون على العمال حتى القبعات. يعني شنو هذا شنو هذه القيمة؟ أنا أتصور أنها قيمة أخلاقية إنسانية دينية صدقة جارية مدى الحياة. الخير وافر وعظيم لأنه فعلا عمل خيري. صح الحمد لله بالفعل. أستاذة مريم بعد إحنا طرحنا حق المشاهدين سؤال عن العمل الخيري، خلينا نشوف مشاركاتهم ونكمل حوارنا. مشاهدينا كان سؤالنا هو ما هو أكثر سبب يجعلكم تشاركون في العمل الخيري، وخلونا نشوف معاكم التفاعلات. والمشاركة الأولى رضا الله عز وجل ومن ثم الشعور بالراحة النفسية والنعم بالله. هو فعلا راحة نفسية من وراء هالشيء، راحة نفسية تحسين أن أنت مسوية خير حق الدنيا كلها لو بالفعل. كان شخص واحد. والمشاركة الثانية مشاهدينا لأنني ربيت بين أسرة مسلمين وتربينا على عمل الخير ومساعدة الفقير والمحتاجين. يمكن هاي أحلى شيء حنان مساعدة الجميع، يعني نفس ما قالت أستاذة مريم. وأيضا المشاركة الأخيرة إسعاد الآخرين. أستاذة مريم يمكن يعني نشوف مشاركات المشاهدين إسعاد الآخرين، مساعدة المحتاج والفقير. نعم. وأيضا بعد لفت نظري أن البعض كاتب أنها عبادة، ليش؟ لأن هي من صميم بعض الأوامر جات صريحة في الآيات القرآنية يعني للحث على عمل الخير. نعم. فما تقدموا من خير فهو لأنفسكم، وحتى المؤمن لأخيه المؤمن أو المسلم لأخيه المسلم في الجسد الواحد، وغيرها من الآيات والأحاديث التي تؤكد قيمة العمل الخيري. وعلى فكرة في كلمتين يخلطون بينهم بعض الشباب أو المثقفين، العمل الخيري والعمل التطوعي، كلاهما بنفس المسمى. العمل الخيري من صميم الدين الإسلامي، والتطوعي هو مصطلح عام، لأن التطوع إيش؟ طوعا بإرادتي وباختياري دون أن أنتظر المقابل، وهذا هو الأساس. كون يقول عبادة، هذه قيمة عليا ممكن هي المعيار الفاصل بيننا وبين الثقافات الأخرى. أنا متخذة كعبادة، وهذا الدافع جدا قوي أختي، ما تتخيلين قوة هذا الدافع. أني أنا أبي عمل أتركه وانساه، ربما يكون لي في يوم القيامة شفيع لي هذا العمل البسيط. صح. ينقذني من أشياء كثيرة. نعم. يعني بكل بساطة، لأني أنا نيتي كانت صادقة في تقديم هذا العمل. هني يمكن يدركون أصحاب الثقافات الأخرى لما نختلط في المناسبات العالمية، لما يصير تبادل أفكار ونقول له ما السبب الذي يدعوك للعمل التطوعي أو الالتزام بالعمل التطوعي رغم هذه المشقة، فهو هدفه مختلف عن أنا هدفي. فلما يسمع هدفي هو تقوى عزيمته، وأنا أيضا أستفيد من تجربته. صح. فهي كلها تبادل ثقافات، تبادل. صح. خبرات. صح. وأنا أقول محظوظين شبابنا اليوم اللي لقوا هذا العمل المنظم وهذا الدعم الكبير من الدولة، وأيضا الدعم الثقافي المتنوع في الدولة من جميع الجوانب، أن لقوا هذا الدعم. فهي فرصتكم، يضيف لكم خبرات، تتعرفون على أشخاص وخبرات جديدة، تضيفون لكم مهارات، مهارات التخطيط، التنظيم، إدارة الضغوط، إدارة الوقت. هاي كلها لا تكتسب فقط بشهادة، ولني أنا أدخل ورشة الفلانية أو كذا، لا، أنا ممكن أكتسبها بالاحتكاك. وعلى فكرة باختلاطي بفئة الشباب في العمل التطوعي، الآن عندنا مجموعات كبيرة. نعم. سبحان الله، تجدين الإنسان المتطوع صاحب شخصية متميزة مؤثرة. لا إله إلا الله، لما تجدينه في المكان من غير ما يقول، من غير ما يقدم السيرة الذاتية، أقول لهم يا جماعة هذا عليه. متطوع، أنا متأكدة أنه وراء عمل متطوع. هذه الشخصية ليست عادية، استثنائية، لأن روح الشغف والثقة بالنفس والمبادرة، وعلى فكرة هاي كلمة المبادرة هي أساس العمل التطوعي. العمل التطوعي يعتمد على المبادرة الذاتية. في وايد شباب يسألوني أستاذة مريم ليش تركزين على عنصر المبادرة؟ لأني أنا ما راح أضغط عليك ولا أعطيك أوامر ولا راح أعطيك تعليمات، جايب نفسك ومن خاطرك. وفي بعضهم يمكن يكون متردد، بس مجرد يشوف المجموعة يتحمس وتطلع كل الإبداعات. فلذلك يعني أوجه كلمة للجميع الآن، أولياء أمور، أمهات، معلمات، الله يزيكم خير، كونوا أصحاب أثر أينما كنتم. لو كنتي في نطاق مدرستك، صح، لو كنتي في بيتك، لا تقولين أنا لازم أشارك في المؤسسة الفلانية. ترى عمل الخير لا ينقطع ولا يرتبط بمكان ولا بزمان. ما تتصورون الروح الجميلة اللي تشعرين فيها حتى ينعكس على صحتك وعلى شبابك وعلى قدرتك وعلى بركة أولادك وبركة الرزق. اللي يشعر فيه على بالخبرة يدرك فعلا قيمته.
فأتمنى الخير للجميع يعني إن شاء الله. الواحد شاء الله. مثل ما قلتي ينعكس عليه هو نفسه بعد. نعم. وعلى الباقي. نعم. خلينا حين أستاذة مريم ونيلة نروح لزميلتنا حصن مرة ثانية اللي ما زالت تغطي لنا فعاليات اليوم العالمي للعمل الخيري. تفضلي حصن. رجعنا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في اليوم الدولي للعمل الخيري. يسرنا استضافة سعادة خلود الكبيسي الرئيس التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال. صباح الله بالخير سعادة خلود. صباح النور يا هلا. سعادة خلود كلمنا عن اليوم مستقبل العمل الخيري بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري. مستقبل واعد مع النمو المتزايد في المبادرات فجهودها واضحة وملموسة دولة قطر سواء في الأعمال الخيرية أو الإنسانية حد سواء، وهي ماضية في الاستثمار الإنساني ومد يد العون للأشقاء والأصدقاء المنكوبين. طبعا هناك مستقبل واعد للشباب، احنا شلون نقدر نعزز هذه الثقافة للشباب الواعد في العمل الإنساني أو العمل الخيري؟ تشجيع الشباب على العمل الخيري فأصبحت هي قوة ناعمة ليس فقط محليا ولكن دوليا وعالميا. نعم. كلمة أخيرة حابة تضيفينها سعادة خلود بما أن راح تبتدون طبعا البرنامج خلال دقائق. أول شيء مشكورين على وجودكم هنا في اليوم الدولي للعمل الخيري، وإن شاء الله تستفيدون من المحاور اللي راح يتم مناقشتها مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. كل الشكر لسعادة خلود الكبيسي الرئيس التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، كل الشكر لك. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، هذه الاحتفالية جاءت في اليوم الدولي للعمل الخيري وهو المصادف ل 5 سبتمبر 2024. الكلمة عندكم زميلاتي في الاستوديو مريم ونيلة. يعطيك العافية حصة، وأكيد الشكر موصول لضيفتك الكريمة. أكيد نشوف عمل الخير اليوم في دولة قطر منتشر، وإن شاء الله مو يوم واحد اللي هو اليوم 5 إن شاء الله دائماً. إي إن شاء الله يستمر، وأنا متأكدة وضامنة هالشيء أنه موجود من قبل ولين مليون سنة إن شاء الله. نعم. إن شاء الله بإذن الله. أيضاً يعني إحنا أستاذة مريم نقول أكيد هناك في أهداف لتسعى نقول للعمل التطوعي لتحقيق كل نقول فرد في هذا العمل، وتكلمين عن هذه الأهداف. طبعا اهداف العمل التطوعي اول شيء هو تحقيق التكافل الاجتماعي. نعم. والتنميه المجتمع بشكل عام. لما نتكلم عن تنميه المجتمع عندنا طبعا 4 محاور لرؤيه قطر، التنميه البيئيه والتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها. التنميه انا مثل ما قلت لكم في عمل تطوعي بيئي. نعم. في عمل تطوعي مهني وفي عمل تطوعي اقتصادي بكل المجالات. صح. لذلك اهدافه شامله للمجتمع. الهدف الثاني انا استخدمه لنشر رساله سلام، رساله انسانيه، رسالة تسامح، رسالة تبادل ثقافات، رسالة نشر الدين الإسلامي. ممكن بعض الثقافات تستخدمها لنشر الدين المسيحي من حقهم. صح. هم ولكن أيضا من حقنا أن نستخدمها لنشر السلام وتعاليم ديننا الإسلامي. مثل ما قلت لك لما يدور بينك وبين المتطوع الآخر من ثقافة أخرى حوار. نعم. أنت أكيد تنقلي له ثقافتك الإسلامية. أيضا التطوير الذاتي أهدافه كبيرة، ومثل ما قلت لكم نركز على تطوير مهارات العمل التطوعي عند الفرد عند الشباب، لأن الشباب مثل ما قلت لكم محظوظ، فهناك هيئات ومؤسسات حتى في الجامعة يخضعونهم لدورات تدريبية في كيفية التعامل مع الجمهور، كيفية إدارة الضغوط، كيفية تخاطب مع الآخرين باللغات الأخرى، مهارات أخرى كثيرة. وهناك أيضا مجال سبحان الله في بعض الشباب لا يملك مهارة التخاطب، ربما لا يملك مهارة التواصل، فتلقينا متخصص في الجانب الإلكتروني، التطوع الإلكتروني في المجال الإلكتروني، فهذا يغطي جانب كبير. لذلك فتطوير مهارات المتطوع جدا مهمة، ولا ينتظر المتطوع أن حد يطوره، هو يسعى لتطوير ذاته. مجرد اشتراكه في هذا العمل هو تلقائيا وبرحمة الله وبركة الله راح يتطور. فهذا طيب شيء كبير ونحب نأكد عليه إن شاء الله. أستاذة مريم، يعني كلمة أخيرة أو حتى رسالة ممكن توجهينا لنا علشان الواحد اللي ما بدأ في هالمشروع أو ما بدأ في هذه الخطوة يفكر مليون مرة عشان يبتدي فيها. طبعا أقولها للجميع أكبار وصغار، متقاعدين وما يرتبط فئة شباب. صح. اللي يبي يشعر بالسعادة فعلا، السعادة والرضا، ويترك له عمل والبركة. يعني صدقة جارية يتركها. نعم. وبكل بساطة بدون تكلف بدون مال بدون شيء، فليتجه للعمل التطوعي. احنا دائما كنا نسمع سو خير
وبيرد لك. نعم. احنا نسوي الخير عشان يرجع لنا، بس هو بعد على حسب النية نفسها. نعم. النية. نعم. من صار في حاجة أخيه الله سبحانه وتعالى يفرج كربته. يعطيك العافية أستاذة مريم. يعطيك العافية أستاذة مريم الدوسري مستشار تربوي، وكل الشكر لك. وبالفعل مشاهدينا العمل الخيري هو نقول يعطي الطاقة الإيجابية والراحة النفسية. وهني نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة، نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.